كن مزارعاً، بودكاست إذاعي يسلط الضوء على الزراعة البيتية والمكشوفة وطرق العناية والاهتمام بها وأمراضها وكيف نكافحها. بودكاست كن مزارعاً عبر منصات أجيال مع المهندس الزراعي مجدي عبد الله. أهلاً بكل متابعي ومتابعة أجيال عبر منصاتها الاجتماعية المختلفة. البيت البلاستيكي اللي أنا بزرع فيه لازم يكون فيه عدة أمور أنا لازم ألزم فيها قبل زراعة أي محصول. أول إشي بتأكد إنه البيت البلاستيكي مغلق تماماً، بمعنى دائماً النايلون اللي بيكون على البيت البلاستيكي ما بيكون فيه أي ثقوب، لأنه هاي الثقوب بتدخل الحشرات الذباب البيضاء أو أي حشرة ممكن تأذي المحصول عند اللي داخل البيت البلاستيكي. ثانياً المصائد الزرقاء والصفراء اللي هي للذباب الأبيض والمن، ضرورية تعليق المصائد اللي هي الأزقات الصفراء والزرقاء اللي أنا تكون في البيت البلاستيكي عشان أحميه من الأمراض الحشرية اللي ممكن تصيبه. ثالثاً البيت البلاستيكي ضروري إنه يكون فيه غرفة، لكن مدخل الغرفة يعني الباب اللي بدخل فيه الغرفة غير الباب اللي أنا بدخل فيه البيت البلاستيكي، عشان الحشرات ما تدخل بشكل ستريت يعني بشكل دغري. لما أنا بكون المدخل اللي بدخل فيه للغرفة اللي هي بتكون على باب البيت البلاستيكي غير الباب اللي أنا بدخل فيه يعني بطريقة موازية أو بطريقة عكسية، فأنا بمنع دخول الحشرات إلى البيت البلاستيكي. فهاي أمور أنا لازم ألزم فيها عشان البيت البلاستيكي يكون بالأمان وعشان المحصول اللي عندي يكون سليم ومعافى من الأمراض الحشرية اللي ممكن تصيبه.